عندنا شارين موال دابا حنا كنبغي نسبه مرحبا كاينه الكسيبه الحمد لله ولكن الاثمنه ديال العلف وداك الشيء مغلينو علينا شويه ما مدعميناش بحال الانعام دايره 5000 قل 200 شمنظر داير 5000 الفول داير 10 دراهم 180 يعني بزاف على الفلاح تبان غالي الفصه غاليه كناخذوا فيها ب 14 100 15 100 تبان كناخذوا فيه ب 30 درهم البالا يعني بزاف خاص الفلاح يدعموا واحد شويه عاونتكم الدوله في هذا الشيء عاونتنا في الدعم ديال الشعير الشعير ما كنستعملوش هذاك الشعير ديال الرويزه يعني كدايروا لينا بجوج دراهم الكيلو غاليه كل ثلاثه الناس عطاوهم خيشه جاتنا قاصحه قسمناها بالسطوله يعني هذاك الشيء ما مسلكش ما مسلكش اودي الصاحب كنوجدوا العيد الكبير كنشريو فيه هذا الشيء غالي اودي الصاحب ديال العلف يعني العيد الكبير غيكون غالي غيكون غالي العيد دابا الحولي راه هذاك الصغير الموي انا اودي الصاحب داير 60000 70 ما مقنعكش في العيد العلف غالي دابا كنعلف هذا اودي الصاحب بارك عندي تقريبا شي 18 شهر هاد الكميه اللي كتشوف خاسر عليها تقريبا اودي الصاحب بين جوج الملايين ديال العلف مع شي جوج بهايم اخرين الثمن ديالها عطاوني جو عديتها للدار عطاوني فيها 3 ملايين و 60000 نهار 27 في رمضان جا عندي واحد القزار عطاني فيها 3 ملايين و 60000 العمر العمر ديالها عندها شي عامين الوزن ما عارفاش ما تقريبا غتكون هذيك 950 850 هذاك الشيء على المواد ديال العلف شو حتى العلف ديالك اللي كتعطي هذا البلد ديال ها هذا البلدي الاصلي ها تسمى البلجيكي هذا ودي الصاحب هاد الزريعه هاد الشيء نتوما اللي معلفينه مكبرينه مال الصغر عاطينو الفول عاطينو الشمنظر عاطينو النخوله عاطينو السكاليم ولكن المواد العلف غاليه يعني هذا الا بغيتي تكسب به واحد العامين ولا ثلاثه غتخسر عليه واحد 500000 الا بغيتي هذاك الطون ولا 1000 كيلو يعني واعر الحال الدروش باش يكسب هاد الكميه قبل هاد الازمه ملي حيدوا لنا المواد الصاحب من الدكاله تهرسنا هذه خمس سنين تحاكنا شويه ملي كان يكون يسوى هذا كون بقى الماء وهذاك الشيء كان يسوى هذيك 500 550 ما بقاش البقر عندنا في دكولة انا من راسي كانوا عندي 8 البقرات خليت 4 انا خدامه بكتافي كانوا عندي 8 ملي كان الماء وكان الخير ومن 2017 و 2016 ملي حيدينا الماء خليت 4 ودي الصاحب جاني الحال واعر نصير عليهم قوة ما كنصير على وليداتي يعني كنجوع راسي ونشوف في البهيمات دابا من كورونا ولا من 2019 حتى 2023 كورة معروفة يمكن بالكسيبة بالسلالة هاد السلالة ديال البهيمة وباش غتونس راسك ما كاينش ودي الصاحب ما عندنا لا مهنة لا والو عندنا الأرض والبهيمات يعني واعر علينا الحال